قلنا يا دكاتره زي ما في بدايتها كل ما مقصود به الاهلا وسهلا ان شاء الله. كان المفروض ان هي الفيديو الاوبريك زي ما قلنا قبل كده خلاص هنتعامل نعرف يعني ايه التمرينات وايه الكود بتاعك او الادفايس اللي انت هتديها لاي واحده منا خلاص ايه المفروض تعمله وتاخد بالها منه فتره الايه البريك بحيث ان الفتره دي تعدي ايه تعدي على خير تمام كده ان شاء الله باذن الله بعد ما اخلص التمرينات كده هيبقى بقيتوا معايا الريسك بريكسي والنورمال ليبر والسيزيريا فيكشن المفروض في ثلاث محاضرات المفروض الاسبوع الجاي انا كنت هدخل عامل حسابي فهو ابتدى مصطفى بيقول لي مفيش محاضرات صح كده؟ يعني هو اسبوع من ثاني بس مفيش اي محاضرات فيه نعرف ايه في الاد ديتا كير هنعرف الديفينيشن يعني ايه كلمه اد ديتا كير تمام؟ دي عباره عن ايه؟ اتس ذا بيريود يوزنج بريجنس زي ما احنا قلنا خلاص؟ الاد ديتا كير دي بتهمنا ليه؟ لان لازم الفترة دي تبقى كلها عبارة عن سكريننج ومونيتورنج خلاص؟ كل الفترة دي بتبقى سيكا دايما في ايه زيارات ايه؟ زيارات ثانية خلاص؟ مع الدكاترة بحيث دايما ايه؟ لا اما بتعمل تحليل، لا اما بتعمل فحص، معايا؟ لا اما بتطمن على ممكن دكاترة ثانية غير لسه خالص. فكلها بتبقى فترة عبارة عن ايه؟ سكريننج ومونيتورنج، اوكي؟ طيب Data for definition عبارة عن ايه؟ comprehensive health supervision of pregnant women before delivery خلاص؟ رعاية صحية شاملة للست اللي هي pregnant اوكي؟ قبل عملية الايه؟ الولادة خلاص؟ طيب او فيها definition كمان definition ثالث اللي هي عبارة عن plan examination observation and guidance to the pregnant woman from the beginning of pregnancy till the time of delivery خلاص؟ يبقى هي مرحلة كل اللي انت بتعمله بتبدا تدي ادفايسز للبريجننت وومن دي جايدنس ليها خلاص تعملها اكزامينشن تعملها سكريننج من بدايه البريجننسي لحد ما بيحصل الايه؟ الليبر خلاص ده المقصود بكلمه انتي نيتال كير طيب انتي نيتال كير دي مهمه او مهمه لان هي اللي هتوقف عليها اللي جاي معايا؟ انت لما تيجي تبني بيت الاساس كويس لو فتره الانتي نيتال كير دي انت ما اهتمتش بيها او هي ما اهتمتش بنفسها بيترتب عليه مشاكل كتيرة جدا الفترة اللي جاية، حتى صحيا مع البيبي، تلاقي يقول لك أنا مثلا في حمل ابني الأولاني مثلا كان في اهتمام، كان في رعاية كذا، أنت طالع الحمد لله بشكل إيه؟ بحالة صحية كويسة. على العكس مثلا الابن التاني، لما أنا أهملت تمام؟ لما أنا أهملت أو كده لا، بعدي مشاكل أنا حصل لي مشاكل للبيبي، البيبي نزل ضعيف، عنده نقص كالسيوم وغيره. خلاص؟ فالأدنى كير دي فترة مهمة بتوقف عليها كل الإيه؟ كل اللي جاي. تمام؟ طيب إيه هي الأوبجيكتيفز أوف أنتي نيتال كير؟ ليه إحنا بنقول الفترة دي مهمة وبنهتم بيها؟ عندنا أهداف كتير، أول حاجة يبقى في ريجولار أوبزرفيشن خلاص للبريجننت وومن، أنت بتشوفها كتير. تمام؟ تبدأ تحكي لك أي مشكلة تظهر معاها خاصة لو واحدة برايمي جرافيديا لسه أول مرة، بريجننسي أول مرة، ما يبقاش عندها ثقافة، تمام؟ فأي مشكلة تحصل لها تلاقيها قلقانة. تلاقيها خايفة معايا؟ فلو في ريجولار اوبزرفيشن وريجولار فيزيتس مع الدكتور ده شيء يهمها ان دايما تسألها وانت تجاوبها خلاص؟ او الدكتور المعالج. يبقى اول حاجة الاوبجيكتيف يبقى في ريجولار اوبزرفيشن للبريجننت وومن تمام؟ تاني حاجة يبقى في ديتكشن وبريفنشن لاي بروبلم بتحصل ديورنج الايه؟ البريجننس. طبعا لما بالتالي بتشوفها انت اول باول او هي يعني بتهتم بنفسها وكده فلو في اي بروبلم هتظهر يبقى في ايرلي ديتكشن ليها فبالتالي التعامل معاها يبقى ايه؟ هيبقى بشكل اسهل يبقى في تاني نقطه في ايرلي ديتكشن وبريفنشن لاي ايه؟
حصلتها لان اي اسيستنج انفكشن يحصل لها ممكن تبقى سبب الابورشن. تمام؟ يعني يبقى الحمل معاها ماشي بشكل كويس وهي بتتغذى بشكل كويس وبتتابع مع دكاتره بتعمل تحاليل وبسبب مثلا اسيستنج انفكشن خلاص ممكن يحصل لها ابورشن. فانا بالتالي لازم ايه؟ تبقى عارفها كل الانستراكشن والحاجات المهمه بالنسبه لها. خلاص؟ زي الايه؟ زي الست كير هايجين. طبعا اكد عليها موضوع اللي ايه؟ اللي بتفضل لازم تعمل تحاليل بشكل مستمر. خلاص؟ صورة الدم، بول، وراس، كل الحاجات لازم تعملها بشكل مستمر عشان برضه لو في اي حاجه اي مشكله خلاص تبدا تعالجها بدري. طيب ايه كمان برضه من ضمن الاوبجيكتيف بتاعت الانتي سيتا كير؟ تمام؟ بتحافظ على الهيلث بتاع البريجننت وومن والفيتوس. خلاص؟ طول ما هي بتعمل زيارات مستمره تبقى مطمنه على نفسها صحيا وعلى ايه؟ وعلى حاله الفيتوس. خلاص؟ زي ما قلنا احنا بتعمل اكسبكتيشن لاي بروبلم سواء في البريجننسي او في الايه؟ او ديورنج ليبر. تمام؟ بنعمل ايه كمان؟ بنعمل اديوكيشن. خلاص؟ فتره الايه؟ الحضانه اللي هي ايه؟ بارت المود. يعني ايه حضانه؟ اللي هي واحده ستكون اول مره اول ما تتعامل مع بيبي مع طفل تبدا تديها زي دروس توعيه كده. خلاص؟ ازاي تتعامل مع ابنها؟ ازاي تحافظ عليه؟ لو لاحظت اي مشكله زي ايه؟ زي تديها امثله اكزامبل تحاول ايه؟ تدور على حل ليها. تمام؟ تبدا تعلمها الحاجات دي كلها. خلاص؟ بعد كده تبدا تعرفها يعني ايه ليبر. هي طبعا طول فتره الحمل وقلقانه من الولاده وسهله ولا صعبه تبدا تشرح لها يعني ايه ليبر يعني ايه نورمال ليبر يعني ايه سيزيريان ودي امتى ودي امتى. تمام؟ خلاص؟ اللاكتيشن ايه فوائد انها تبقى بتعمل يبقى في ايه؟ نورمال فيدنج للرضاعه الطبيعيه في بيتها ايه؟ تمام؟ تبدا تعرفها ازاي تعمل كير للانفانت للبيبي بتاعها ازاي تهتم بيه ويبقى الكير بتاعها ازاي كل ده خلاص اثناء فتره الايه؟ الانتي نيتال كير. طيب ايه كمان؟ برضو الزيارات المتكرره دي هتساعد نقلل الماتيرنال خلاص؟ مورتاليتي اند موربيديتي. يعني طبعا طول ما الست الحمد لله واخده بالها من نفسها واخده بالها بتشوف كل شويه الضغط مظبوط ولا لا في سكر ولا مفيش في اعراض تسمم حمل ولا مفيش اعراض تسمم حمل ده هو احيانا سبب موربيديتي سبب اللي بيحصل وفاه. تمام؟ يعني مش سهله مساكين تسمم حمل دي مش سهله ممكن في ناس بس ربنا يعافينا يعني خلاص. فلما هي تبقى متابعه من البدايه ومتابع يعني عارفه يعني ايه ضغط يعني ايه سكر وبتتابع كل شويه ولو مرتفع تاخد ادويه معايا لو في سكر او في قابليه للسكر تاخد علاج اكيد هتبقى ايه؟ ان شاء الله مش هيكون في ايه؟ موربيديتي او ايه؟ او نسبه المورتاليتي حتقل. تمام؟ ايه كمان برضه فايده الانتي نيتال كير؟ بتحسن الفيزيكال خلاص والمنتال هيلث اوف ذا وومن اند ايه؟ اند فيتوس. خلاص؟ بتحسن المنتال والفيزيكال هيلث. دايما الست بيجت وومن دي زي ما قلنا في تشينجز كتيره بتحصل زي ما قلنا في المحاضره. طول ما في رعايه واهتمام بشكل مستمر هي كده بتعمل ايه يا دكتور؟ خليك معانا. الفيزيكال والمنتال ايه؟ هيلث وذا بريجننت وومن. طيب بعد كده بعمل بريبريشن زي ما قلنا لفتره الايه؟ الولاده، البيرث ورعايه الايه؟ ورعايه الايه؟ البيت. اخر نقطه جيف كونفدنس تو ذا مذر، دايما الام خايفه يعني مسؤوليه في طفله تبقى مسؤوله عنه، خلاص؟ مرحله جديده خالص بالنسبه لها، واحده مدلله، مدلعه، ما بتعملش حاجه، كل حاجه رجاله حد عندها حد قبل المارج طبعا. خلاص؟ كل ده اختلف بعد كده. كمان القلق بيزيد وخوفها بيزيد اكتر لو تبقى واحده بريجننت وهتبقى بسهوله على الطفل فكل ده انت ايه؟ لا تقول لها الموضوع بسيط يعني تبدا ايه؟ تديها دواء صغير كده تبقى دايما ايه؟ حطها في دماغها خلاص فده كده بايه؟ بتديها خوف ده ان هي قد المسؤوليه. تمام؟ طيب بعد كده في حاجه اسمها انتي نيتال اديوكيشن. يعني ايه انتي نيتال اديوكيشن؟ نظام دي بتتعمل بره نظام زي كلاسز كده يجيبوا سمول كلاسز يجمعوا فيها اكتر من بريجننت وومن مع بعض يعملوا لهم زي جروبس كده خلاص يعملوا لهم زي جروبس زي بالظبط كده اللي بتتعمل هنا اللي هي الكورسات اللي هي التوعيه مع التوعيه ما قبل الزواج. تمام؟ مش تبقى في كورسات كده توعيه يبداوا يجيبوا البنات اللي هي ايه؟ اللي هي مقبله على الزواج او الايه؟ او الميل خلاص يبداوا يعرفوهم يعني ايه مارج ويعني ايه يبداوا يشرحوا له كل حاجه خلاص؟ الحقوق بتاعت الفيميل وحقوق الفيميل ويعني ايه مرض ويعني ايه مسؤوليه ويعني ايه كل ده. نفس القصه في حاجه اسمها انتي نيتال اديوكيشن. بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا الناس اللي هي بريجننت وومن تمام؟ يعملوا كده يحطوهم في جروبس مع بعض خلاص؟ كده بيديهم ايه؟ حصص توعويه. تعرفون يعني ايه بريجننسي والمشكله دي بتتعامل معاها ازاي وبتتعامل معاها ازاي وهكذا. خلاص؟ بيبقى بيتعامل
وصف كلمه anti-racist education. طيب ايه فوائدها او ايه فوائد النص النص اللي بقول عليها دي؟ خلاص اول حاجه تايم سيفنج، ان بدل ما الدكتور مثلا يشرح زي مثلا هو في مستشفى كبيره، خلاص بدل ما يشرح لكل واحده على حده، لا هو مثلا بيديهم ميتنج بيتفق على ساعه مثلا معينه، خلاص فبيشرح ويدي كل الاوقات مره واحده، بتبقى تايم سيفنج سواء للدكتور او للايه او للحاله. تمام. ثاني حاجه لو ميتنج بتكون بريجننت وومن، تمام، ان اكثر من واحده مع بعض، تمام، جروب يعني زي جروب ثيرابي بيدي ثقه لبعض. لو واحده قلقانه عندها مشكله ولا لا انا مريت بالمشكله دي، كان عندي مثلا قصري شهر فات الحمد لله الدنيا اتحسنت، لا دي مشكله بسيطه ومتعادل، فبرضه ايه دايما بيطمنوا بعض. فبرضه الميتنج بتكون بريجننت وومن ده بيساعدهم على انهم ايه يبقى في حاله مطمئنيه اكثر شويه. ثالث حاجه، تمام، ان بيعمل زي سيكولوجي سبورت للبريجننت وومن، زي ما قلت من شويه لو واحده لسه حامل لاول مره، خلاص سنه اولى حامل، اوكي، دي بقى تبقى قلقانه وخايفه وتقول عندي وده هموت في الولاده، لا ده البيبي هينزل عنده سي بي، لا ده عنده ابن، ده فعلا طبيعي، خلاص لما تاخد الاطفال كده ان شاء الله في البيدياتريك، تمام، هتبقى عندك رعب بقى، ده انا هجيب حد عنده سي بي، لا ده عنده داون، لا ده عنده ابن، لا ده البيبي مش عارف يحصل له ايه، تمام، فتبقى كده يعني الولاده بتدخل لنا قصه الخوف ده، هي نفس القصه بالظبط. فانت لما يبقى فيه ريجولار ميتنج معاها بتديها ايه الطمانيه ان الموضوع ان شاء الله بسيط، تعملها زي سيكولوجيكال سبورت ان موضوع الحمل ده فتره وهتعدي ومش مشاكل، وباذن الله برضه الولد تبقى ايه بشكل من الصيف. خلاص؟ طيب السكادول المفروض الزيارات دي يعني كل تبقى فاضيه كده تقول اتمشى اروح للدكتور؟ لا، المفروض في ريجولار ايه؟ بشكل معين. اول حاجه لو الست دي بريجنسي الحمد لله بشكل نورمال يعني الدنيا ماشيه معاها مفيش اي مشاكل من اول ما حصل الحمل والدنيا ماشيه معاها كويسه، دي كل حته تروح في اي وقت طول ما فيش ايه مفيش مشاكل، يعني هي متابعه باستمرار زي ما قلنا ضغطها متابعه سكر بتعمل تحاليل الدنيا تشوف التحاليل الدنيا كويسه وخلاص دي بالنسبه لها تروح في اي وقت. تمام. طيب وكل ما يبقى ايرلي فيزيت يبقى افضل، يعني كل ما الواحده حتى لو هي الدنيا معاها كويسه ما تكونش خلاص ان هي هتطنش بقى لحد اخر الحمله، كل ما هي تبقى الدنيا كويسه احنا بنقول تروح في اي وقت، بس كل ما تبقى ايرلي فيزيت ده افضل ليها طبعا، زي ما قلنا عشان لو في اي بروبلم يبقى في ايرلي ديتكشن ليها. تمام؟ طيب بعد كده المفروض الطبيعي دي لو واحده ما عندهاش اي مشاكل، طب لو واحده ثانيه عندها مشكله او قلقانه الطبيعي انها تبقى كل شهر تروح مره، الناس الطبيعيين تروح للدكتور مره كل شهر لحد الشهر السابع، خلاص يعني لحد الاسبوع كام 28 اسبوع لحد الشهر السابع المفروض يومي، يعني من الشهر الاول لحد الشهر السادس كل شهر مره، دي في حاله لو مفيش مشاكل يعني الدنيا مش معاها كويسه، يعني تروح بس تطمن وتروح، لكن حصل اي مشكله طبعا بتروح. تمام. طيب من السابع لحد الايه بدايه التاسع او قبل التاسع لو مرتين في الشهر، خلاص من السابع لغايه الشهر السابع والثامن عشان يبقى في قلق شويه، لا تروح مرتين في الدكتور يعني كل ايه كل 2 ويكس، صح كده؟ بعد كده في الشهر التاسع بدايه التاسع خلاص يبقى مش عارفه كل امتى تبدا تروح كل اسبوع، في ناس بتبدا في اخر التاسع خالص، اوكي؟ يبقى كده هي هتروح اربع مرات في الشهر التاسع. تمام؟ يبقى نورمال سكادول للست بريجنت وومن انها تعمل ايه؟ تحدد السادس او السابع تروح مره كل ايه؟ مره كل شهر، من السابع لبدايه التاسع تروح مرتين في الشهر، في الشهر الاخير تروح مره كل اسبوع. تمام يا كاتره؟ طيب ايه اللي بيتم في فتره الانتينيتال كير ده؟ بنعمل نفس النظام مع اي حاله بنت يبقى فيه اسسمنت وفي ايه؟ وفي تريتمنت لو في اي بروبلم، خلاص؟ طبعا الاسسمنت هناخد منها الهيستوري بشكل كامل، هنعمل لها اكزامينشن ونطلب منها الانفستيجيشن اللي هي الايه؟ المطلوب. خلاص؟ طبعا كل ده خدناه في الشيء، هناخد منها البيرسونال هيستوري والفاميلي هيستوري والميديكال هيستوري والكاتريك هيستوري، تمام؟ ولو في هيستوري اوف بريفيس بريجنسي قبل كده زي ما قلنا والبريزنت ايه بريفيس، كل ده يبدا نسال عليه ايه؟ طبعا مش هقول كلام ثاني والناس في الشيء، تمام؟ طيب ايه الحاجات برضو اللي بناكد عليها دايما في الانتيتال اديوكيشن في اول 3 شهور بالتحديد؟ دايما نعمل لها ايه؟ زي ما قلنا سيكولوجيكال سبورت، لان بيحصل سيكولوجيكال تشينجز، دايما قلقانه، دايما خايفه، عندها انزايتي، عندها فير وفليفر، لازم ايه تتعامل تحط في دماغك ان في حاجه اسمها سيكولوجيكال تشينجز وتفهمها لها يعني ايه؟ خلاص؟ الويت جين هتعرفها ان هي شكلها هيختلف تماما فتره الحمل، وزنها هيزيد بشكل ملحوظ، ده مش معناها انها دي حاجه ابنورمال، لا بتعرفها. تمام؟ ايه كمان؟ بتعرفها
خلاص يبقى في ادكويت تايم وفريش. اوكي بتعرفها الدايت ازاي، ايه الحاجات المهمه اللي كنيوتريشن تركز عليها، الفيتامينز اللي هي مهمه بالنسبه لها، كل ده هنقول لك بشكل سريع. خلاص الديلي اكتيفيتيز ازاي تتعامل مع شغل البيت، ازاي ترفع لو ترفع حاجه من الارض، ازاي وضع النوم، ازاي بشر كوركشن وكده، بشر ديكيشن سيتي فول ستاندنج، كل ده برضه ايه الكود بتاعك معانا. خلاص ايه الهيجين بقى والبلادر والباول هيجين والفيكشوال كونسلنج، لو واحده سموكر طبعا بتعرفها يعني ايه سموكر ومشاكله ايه ومخاطره ايه عليها. خلاص الميديكال تريتمنت تعرفها، اهميه الميديكال تريتمنت اللي دي مش اي ادويه اخدها وخلاص، اللي بتاخد واللي ما بتاخدش والمواعيد تبقى ايه تبقى بشكل مظبوط. تمام تعرفها يعني ايه انفكشنز والخطوط اللي انفكشن عليها وعلى الايه وعلى الفيتوس ممكن تبقى سبب في ايه. تمام الايرديشن تعرفها، ما تعرفش اي نوع من انواع الايرديشن، مش ضهرها وجهها بتعمل ام ار اي معايا ولا ما اعرفش ايه فتتعرض للشورت ويف، لا تبقى متفهمها ان هي كونتر ايرديشن لاي ايه لاي ايرديشن اثناء فتره الايه البريجنس. خلاص الترافيك لو واحده بتسافر كتير او واحده شغلها في مكان وهي ساكنه في مكان تاني، خلاص تبدا تديها جايد لاينز لما تسالها بتسافر قد ايه بتسافر في ايه بالظبط معايا، وضع الفيديو بتاعها مش بتاعها في السفر تديها بالبوشنز تمشي عليهم. خلاص تعرفها اهميه الفولو اب ان هي تبقى فيه متابعه بشكل ايه بشكل مستمر. تعرفها ايه الاكسبكتد كومبليكيشن ممكن تبقى موجوده، ايه اللي متوقع يحصل. خلاص طيب ايه كمان مهم الفيزيكال اكزامينشن، طبعا بيعمل لها فيزيكال اكزامينشن وبوتشر زي ما احنا عارفين يعني ايه بوتشر تشينجز. بتعرفها ان دايما في البدايه بناخد الهايت وناخد الويت. تمام الهايت طب احنا الويت عارفين الويت يهمنا ولا لا، لان زي ما بقول في نورمال ويت جين ولو زاد على كده ده بالنسبه لها مشكله. طب الهايت يفرق معانا ولا مش يفرق معانا؟ كل ما يبقى الست بريجنت وومن دي الهايت بتاعها اطول من 150 سم ده معناه ان البنفس خلاص في النورمال افريج. يعني ايه؟ يعني اليوترس الحجم اليوترس حجم البنفس ده نورمال، كل ما بيبقى وزنها اقل من كده خلاص ده بيبقى معناها ايه؟ اللي هيحصل لها مشكله، بيبقى فعلا حجم البنفس وحجم اليوترس بيبقى مش طبيعي. فطبعا الناس اللي اقل من 150 تحاول تلعب العلا وتتصرف يعني. خلاص؟ طيب بعد كده تعرف ايه الويت جين؟ زي ما قلنا النورمال انكريز في الويت جين قلنا كام؟ حوالي كام؟ من 12 ل 14 كيلو، صح؟ دايما بتزيد 2 كيلو في اول 20 اسبوع، بتلاقي كده ايه؟ في زياده مش طول ال 20 اسبوع يعني الفتره الاوليه دايما هتلاقي بتزيد بمعدل ايه؟ بتزيد 2 كيلو، خلاص؟ بعد كده تبدا تزيد 10 كيلو. تمام؟ يعني بتزيد الزياده الطبيعيه من 10 ل 14 كيلو بالظبط، او من 12 ل 14 كيلو بالظبط. تمام؟ طيب بتعرفها اهميه الفيتال هارت ساوند، ان دايما كل ما تروح للدكتور لازم الدكتور يشوف نبض اللي هو بتوع نبض الجنين، خلاص ده مهم جدا. مفيش مره مثلا ما تروحش ما يسالش النبض، لا لازم يشوف نبض الفيتال هارت ساوند ده بيسمعه كويس ويقول لها كام نورمال ولا اب نورمال، خلاص طبعا بسمعها في السكوب. تمام مهم جدا تعرفها انها لازم بشكل دوري تعمل ايه اليورين اناليسيس، ده عشان خاطر البروتين، لان لو حصل لها حاجه اسمها بروتينوريا روتين في اليورين ده انديكيشن ان هي عندها هيحصل لها ايه؟ بريكلامسيا، يعني ايه بريكلامسيا؟ تصلب حمل. ده ممكن يبقى سبب للناس سواء ليها او للبيتا. خلاص؟ فتعرفها اهميه الايه؟ اليورين اناليسيس كل فتره عشان لو في اي روتين في اليورين يحصل له ايرلي ديتكشن، لو عندها بروتينوريا خلاص؟ يبقى ايه في ايرلي ديتكشن للقصه دي. طيب بعد كده السايكولوجيكال هنبدا بقى بالايه؟ بالرول بتاعك مع حالات الايه؟ البريجنانت وومن. بنبدا زي ما قلنا من شويه السايكولوجيكال سبورت. ايه المشاكل السايكولوجيكال اللي هتلاقيها في واحده بريجنانت؟ اول حاجه هتلاقي عندها انزايتي. خلاص هتلاقي بتشتكي دايما من انزايتي، يعني انزايتي قلقانه، خايفه، انا هيجرى لي حاجه، انا هموت، لا انت هيموت، وهكذا. تبدا تقول لها لا دي حاجه طبيعيه وتغلط بيحصل لي تغير فيزيولوجي وتبدا تشرح لها اصلا ايه؟ اللي احنا بنحكي فيها قبل كده. خلاص؟ يبقى اول مشكله ممكن تتعامل معاها الايه؟ الانزايتي. تاني حاجه تبقى شكل من اشكال السايكولوجيكال بروبلم عندها ان دايما تبقى خايفه من التروما، التروماتيك ديس اوردر. لا ايه يعني ايه تروما؟ انا ممكن اقع، انا ممكن اتخبط، ممكن يحصل لي ابورشن، لا ده الفيتس ممكن يحصل له تروما، يحصل له تروما، يجي له سي بي، برضه هتلاقيها دايما مهندسه في القصص دي. خلاص؟ وتبدا برضه تدي عندها ادفايسز، ما تبقاش لابسه هاي هيل، ما يبقاش في ويت جين زياده عن اللزوم معايا، وتبقى واخده بالها وهي بتتحرك وهكذا. ايه كمان؟ البيرفكت افكت، دايما عندها قلق
مشاكل او عنده عيوب حقوقيه وتظهر كل الكلام كده. اي واحد كريبت طبعا بيجيها الفقره دي، تمام. ايه كمان؟ تبقى خايفه من الليبل، الفقره دي اللي الليبل هي موضوع صعب مش هيعدي بسهوله. كل ده طبعا تبدا انت ايه تطمنها، وده خاصه لو واحده لسه ايه برايمي ريميدي. طيب ايه البروبلم الثانيه اللي هي كتيره جدا هتلاقيها مع الست بريجننت والبويلة بايسس اللي بتديها لك؟ فالرول بتاع الابايسس مش بيشتريك بالطبع، خلاص. اول حاجه اليورينري، او مش اول حاجه، ثاني حاجه بعد السيكولوجيكال بروبلم اليورينري بروبلم او رينال بروبلم. اول حاجه تقول لك انا ايه الفريكونسي اوف يورينيشن زاد، صح؟ فاكرين احنا قلنا زاد ليه؟ فاكرين قلنا زاد ليه؟ قلنا الفريكونسي اللي بيحصل على الايه؟ على الاسرة واليورينتر جلد. فانت هتقول لها ده طبيعي، طبيعي ان الفريكونسي اوف ايه؟ اوف يورينيشن هيزيد. ده مش معناها انديكيشن ان انت عندك سكر او انت عندك دايابيتس، خلاص. طب ايه الحاجات اللي هي ممكن يعني تتفاداها؟ اول حاجه تقول لها قللي الفلويد انتيك ديورنج نايت، يعني طول النهار بتشرب ميه واحده بس بالليل ايه تحاول تقلل الايه تقلل كميه الفلويد انتيك. طيب ايه كمان؟ تشرب ريحتها ديورنج الليل بالنهار زي ما قلنا. بعد كده ايه؟ فويد من فيلد ايرج، يعني ايه؟ يعني كل ما تحس اللي حصل كومبليت فولنس للبدر، تمام، هي تروح على طول ايه تعمل ايفاكويشن، ما تستناش او تصبر، خلاص تلاقي نفسها ايه هيحصل لها زي السيستم كونتنس كده، تمام. فتقول لها اول حاجه اشربي ديورنج زي براحتك، قليل الفلوت انتيك ديورنج نايت، وايه ودايما اعملي ريجولار ايه ايفاكويشن للبدر، ما تستنيش لما يحصل كومبليت ايه كومبليت فولنس، تمام. دي مشكله اليورينري ريكورد. طيب تاني حاجه الفتيك، هتلاقي طبعا ايه واحده تقول لك انا كنت نشيط او بعمل بعمل بعمل، وبعد ما حصل لي اللي حصل البريجنسي انا تعبانه، انا نايمه طول النهار، ما عنديش خير، ده طبيعي طبعا قصه الفتيك، تمام. فبقول لها دايما يبقى في ريسك، يعني ما تجديش نفسك، ما تعمليش كل حاجه في البيت مره واحده او في يوم واحد، لازم تدي ايه تايم ايه تايم اوف ريسك، تمام. تاني حاجه الايرلي سليبنج، دايما ما تسهرش. اكتر حاجه بتعمل فتيك مع الناس اللي بريجنت وومن اللي هي عامله الايه السهر، فدايما تقول لها لا دايما يفضل الايرلي سليبنج، انها دايما بتنام بدري. طيب السليب ديفيكولتيز، ناس كتير بتقول لك انا ما بنامش، بيحصل لي ارق، بيحصل كتير مع ناس برضه ايه بريجنت، خلاص. اول حاجه طبعا بتعرفها برضه ان ده من الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل، ما ينفعش تلجا الايه الحاجات اللي هي المهدئات والمنيمات والحاجات دي، كل ده ما ينفعش، تمام. فبقول لها دايما يبقى في تايم اوف ريست، دايما تريح نفسك كده خاصه بعد المجهود، هتلاقي نفسك ايه بتنامي. تديها ايه ادفايسز انها تقلل الفلويد انتيك ديورنج نايت عشان ما تقومش كل شويه وبعدين تعمل بوش ديورنج نايت، فده يعمل لها ارق زياده. تقول لها لا برضه لما تقلل كميه الفلويد انتيك خلاص ده مش هيساعد انك تصحى كتير، هيبقى فاضل في النوم ايه فتره مستمره على بعض. اوكي؟ يبقى دي مشكله الايه السليب ديفيكولتيز اللي احنا ممكن نقابلها مع البريجننت وومن. طيب لو واحده بيجي لها احتضان بشكل مستمر كان عندها دور برد طول التسع شهور، خلاص طول الوقت يقول لك انا عندي احتضان نزل استفنس، خلاص او بيستكس، ده معناه ايه احتضان دوب الانفيه، برضو دي بتبقى حاجه بتحصل مع بعض حالات الايه البريجننت وومن. اول حاجه تقول لها افويد الدي ايه الدي كونديشن، يعني ايه اللي هي مضادات الاحتضان، مش كل ما مش كل مثلا ما تلاقي عندها مشكله او احتضان تروح تجري وتجيب مضادات الاحتضان، لا الحاجات دي ليها سايد افكت. فاول حاجه بتقول لها افويد حاجه زي كده. طيب عشان تعمل تحسن الاير باس بتعمل ايه؟ بتحط صلايب، عارفين الصلايب؟ تمام؟ زي اللي هو الاكسجين والكلام ده، ده عباره عن صلايب. فهي نفس القصه، تقول لها ما تاخديش اي ادويه للاحتضان، دي غلط. ايه اخر كنتين اللي هو بتستخدم الصلايب، بتحطه كده في اي حاجه وتعمل ايه دروبس كده تقطع، اوكي؟ ده هيساعد على ان يوسع الايه الاير بس بالنسبه لها، خلاص. طيب ده لو عندها نازل صبلي. طيب لو عندها اكسسيف صلايبيشن، اللعاب عندها كتير زياده وبينزل بشكل مستمر، وهي دايما تقول لك انا بينزل ايه بلاقي في صلايب بنزل منه، وده شكل لا ارادي انفولنتري، خلاص. ده اسمه ايه بيتاليزم، اوكي. ده سببه ايه امر، يعني هو مرتبط البيتاليزم دي مع بعض حالات مرضيه، في حالات تبع النيورولوجي ديس اوردرز بيبقى معاها المشكله دي الاكسسيف صلايب، خلاص. لكن هي واحده بريجننت سببها ايه؟ دي امر فلوس، يعني بتبقى موجوده مع ناس كتيره بريجننت، اوكي. طيب بتقول لها ايه اللي انت تقدر تعمليه؟ اول حاجه يبقى فيه ايه الهايجين، في ماوس كير مستمر على طول دايما
الحاجات اللي هي انتسبتك يعني لو الحاجات اللي هي اللي بنعمل بيها مضمضه الميديكال تريتمنت خلاص. ايه كمان دايما بس سنه باستمرار. ايه كمان اللبان بيساعدها برضه على انها ايه بتحرك الايه حاجه الصليب خلاص، بتقلل برضه فلويد انتيك دورينج نايت برضه شرب ميه كتير هيزود معدل الايه الصليب عندها خلاص. تشرب براحتها اي كميه فلويد تشربها براحتها دورينج ايه دورينج دي خلاص. انا لو واحده حكيت لك قصه البتالين او تكسر صليبه عرفنا ايه الادفايس اللي انت ايه ممكن تقولها لك تمام. طيب النوزية والفومتين، طبعا مفيش واحدة بريجنانت مش هقول لك ان انا عندي نوزية او عندي فومتين، يعني ايه نوزية؟ احساس خلاص بعد ايه الفومتين. طيب ده برضه ليه جزء النون كور نفس القصة، بس دي حاجة ثابتة يعني مفيش اعتقد اي واحدة في الدنيا بريجنانت هو مش هتمر بفترة يا اما نوزية يا اما فومتين، مفيش خلاص؟ خاصة بتبقى دايما من يعني بتستمر معاها لحد الاسبوع ال 16 لل 20 20 يعني كده الشهر كام؟ الخامس. اه دايما حتى الدكاتره وقتها بصي في ناس بتبقى عندها معدل الفوميتنج ده بشكل هستيري خلاص، يعني في ناس بتوصل 10 مرات في اليوم مثلا. فالدكاتره دايما بقولها بصي هي دي دايما في البدايه لحد اربع اول اربع شهور وبعد كده الدنيا بعد كده خالص تمام؟ طيب يفضل طبعا انها ما تاخدش ميديكا سيتمنت كتيره اسبوع الفوميتنج، يعني في ناس بتبقى تاخد حقن اسبوع كتيره برضه زياده منها مش كويس، فتبدا تديها حاجات طبيعيه الاعشاب، دي اول حاجه ليها الاعشاب خلاص. في ناس مثلا تقول لك لو اي حاجه اللي هي ايه الحاجات الناشفه المقرمشات دي زي البصمات مثلا، لما تقول الواحده بريجنت وومن دي لو صحت بتكافئ البصمات دي من ضمن الحاجات اللي ايه بتقلل احساس الدوبامين خلاص. يعني معاك اختك او بنت عمك او حد بيسالك البصمات بتاع الريك الصبح ده من ضمن الحاجات اللي بيقلل احساس الدوبامين حرفيا يعني خلاص. الحاجات الطبيعيه الاعشاب زي حاجه اسمها الجنجر مثلا ده برضو بيقلل تغليف الشوكو، ده بيقلل موضوع الايه موضوع الايه الهوبوتين. ممكن تاخد ميديكا تريتمنت انتي هيستامينال دراجز بس برضو يفضل مش بزياده وبرضو تحت اشراف الطبيب خلاص. طيب ايه كمان تقول لها برضو افويد اي حاجه الاطعمه اللي هي ليها روائح نفاذه، لان كل ما تشمي هتلاقيها ايه يحصل لها سيموليشن خلاص. فاي حاجه ليها روائح نفاذه سواء اكل اطعمه او حاجات ثانيه زي البرفانات اي حاجه خلاص، اي حاجه اللي ريحه تخلي تعمل عندها سيموليشن الايه الميديا سنتر وعايز تعمل فوميتنج، فتقول لها افويد الفوز او اي حاجه ليها ايه ليها اوضر عامه. ايه كمان دايما ايه سمول فريكوينت ميلز، يعني تاكل وجبات قليله ما تملش معدتها جامد لدرجه انها تملى المعده هيحصل لها الفوميتنج خلاص. لا هي تاكل وجبات صغيره وعلى ايه على فترات، يعني يبقى في ريبيتد ميلز فترات ايه وكميات ايه بسيطه خلاص. ايه كمان افويد الصدر المهمل، يعني مثلا تبقى نايمه صبايه وتقوم صادق يعني مره واحده زي الهايبوتنشن كده بالظبط، هتلاقيها على طول تدوب وايه ما شاء الله الهيموتيك برضه تديها ادفايس في الحاجات دي خلاص. ايت دراي كريكر او صوص، الحاجات اللي بقول لك عليها الحاجات اللي هي المقرمشات او الحاجات الناشفه اللي هي البقسماط، الحاجات دي برضه علميا بتقلل احساس الايه الهيموتيك خلاص. فدي ممكن الادفايس اللي احنا نقدمها على اي واحده تقول لك انا عندي ايه الهيموتيك. النقطه اللي بعد كده الهارت بيرن، يعني ايه هارت بيرن؟ يعني ايه هارت بيرن؟ حرقها عارفين زي في اساس الموضه طبعا، دي برضو مش كده يعني حاجه مشتركه بين كل الناس البريجنس تمام، دايما عندها حس موضه دايما تحس حرقان خلاص. فبرضو نفس القصه لا اهم حاجه ما تبليش المعده دايما في الاكل ما تبليش تغليش زياده على الاكل او تبلي بعدين بزياده، ده اكثر حاجه بيعمل يزود معدل الحموضه طبعا. افويد الايه اي حاجه اللي تزود الحموضه الحاجات اللي هي فيها الماده الحمضيه عاليه كل ده طبعا تتجنبه خلاص. الكحوليات تشربش الحاجه الساعة والكحوليات الكلام كله ده طبعا ايه طبعا ممنوع خلاص. افويد سبايسي فود اي حاجه اللي فيها شطه والاكل السبايسي ده كله بالنسبه لها برضه ممنوع، كل ده يزود الايه الاحساس الحموضه خلاص. ايه كمان تمشي بشكل مستمر، المشي من الحاجات اللي بتساعد جدا تدي الاحساس تريح الاحساس ده خلاص او تقلل من الاحساس ده. طيب المشكله اللي بعد كده ممكن تقول لك انا عندي اوديما او حاجه اسمها ديبندنت اوديما، يعني ايه ديبندنت اوديما؟ يعني ايه ديبندنت؟ كرونيك يعني كل يعني مستمره تجيها واقفه من اول الحمل لحد نهايه الحمل وبتزيد خلاص؟ طبعا هتكلمها ان ده طبيعي نتيجه الكومبريشن او الاستنشن اللي حصلت في السايد فيبرز الكومبريشن على الفين بتاعت الورلينج
تديها ادفايس انها افويد البرودكت ستاندرد، افويد الاي بي معايا، ان دايما طول ما هي دايما بعمل اديوكيشن للدور ده خلاص تعلمها سيركيوتري اكسرسايز والبومبنج اكسرسايز. اوكي افويد الايه التايت ستوكينج، ما تبقاش تفتح حاجات ضيقه قوي خلاص، ولا ضيقه قوي قوي ولا واسعه قوي، تمام؟ كل ده حاجات هتساعدها انها تعمل ليفنج للايه للاودينس، تمام؟ طيب لو عندها باريكوت فين اللي هو الايه الدوال، في ناس تحصل تظهر عندها مشكله الباريكوت فين بس ديورنج الايه ديورنج البريجنس، يعني هي قبل البريجنس ما كانش عندها اي مشكله خالص، اي حاجه باريكوت فين ما كانتش واضحه عندها، ظهرت كلها امتى؟ اثناء الايه؟ اثناء البريجنس. دايما بتديها برضه انها افويد بروجكت ستاندنج زي ما قلنا، دايما بتنام في السيمز بوزيشن اللي هو الوضع ده بالظبط، ده اكتر وضع دايما بيعمل ريلاكسيشن للبريجننتي وومن اسمه سيمز بوزيشن، خلاص اللي هو ما بين السايد لاين ولا هو سايد لاين ولا هو برود معايا؟ تمام؟ ده سيمز بوزيشن، واعتقد كلنا لما تلاقي نفسك تعبانه وعايزه تفهم بوزيشن بتلاقي نفسك ايه؟ واخده الوضع ده، تمام؟ يبقى لازم سيمز بوزيشن. تاني حاجه تعمل انفيشن للدور الاكستريميتي خلاص، افويد الايه توكنج بالدور ده، فدايما هتبقى قاعده حفرجي على الرجل ده لو مش فاضيه ليها، وده برده لو عندها فيريكوز فين بيزود الاحتقان داخل الفين خلاص. وبعد كده ايه افويد بروجكت ايه بروجكت استنى، ده لو ست عندها مشكله زي الفيريكوز فين. طيب الهيمورويد يعني ايه؟ يعني ايه هيمورويد بالعربي؟ يعني ايه هيمورويد؟ خدتوش هيمورويد؟ خدتش جراحة؟ خالص؟ هيمورويد حاسس يعني ايه هيمورويد؟ معناها بواسير خلاص؟ اللي هي البايض بس هي بدايات البايض، تمام؟ بتبقى عبارة عن في ايه؟ بتحصل ديليتيشن ها؟ سمول ايه؟ سمول بلاد بيزنس خلاص؟ بيبقى البيشنت بيلاحظ ان في دايليتد سمول بيزنس وظهر من الايه لروبلاد، اوكي؟ وبعض الناس بيحطها بليدنج، يعني بعد ما يكون الموضوع متطور معاهم بتلاقيه معاه بليدنج خلاص؟ ودي برضه حاجه تقلقها، في كده بتطلع ان هي عندها بتعرف ناس عندي كانسر ولا هي عندي مشكله في القولون، الناس ما دماغها بتقول حاجات زي دي، بتبقى ايه هيمورويد، دي بتبقى الحاجات اللي بتطلع تحصل برضه مع الايه؟ مع البريجنس خلاص؟ ليه؟ لان بعدها دايما كونستيبيشن، ناس كتيره بتعاني مشكله كونستيبيشن، فبتديها ادفايس دايما انها تاكل الحاجات اللي هي فيها فايبر خلاص، انها يبقى دايما في ريجولار باول هابتس دايما، يعني ايه بتعمل ايكويشن بشكل منتظم خلاص، بتاخد اي حاجه اللي هي اي حاجه بتعمل سكري زي الاكل في الياف كتير بنسبه عاليه، دايما يبقى اعتمادها على القصه دي خلاص. ممكن تعمل ابلكيشن للتوبيكال الاسيزيا، يعني اي اوينتمنت او توبيكال اوينتمنت كده في المنطقه دي بحيث يهدي القلب شويه خلاص، ده اللي ممكن تقدر تقول له ادفايس مع الهيمورويد. طيب لو قلت لك عندي كونستيبيشن او عندي هيمورويد، فدي الكونستيبيشن يبقى اول حاجه برده مينتين ريجولار باول هابتس خلاص، انكريز الفايبر الدايت اي حاجه في الفايبر، كميه الفلويد تزيد خاصه ديورنج داي، تمام وبعد كده ايه فايند اير بريبريشن، دايما الحديد معروف ان هو بيعمل انفاز، فبتديها الاير بالحاجات الاساسيه القرعات الاساسيه بتاعتها زي ما الدكتور قال لك اللي بقى بالتحديد ده لو ظبط شكل جديد تبديل يبقى صبر، اوكي؟ لكن ما تاخدش حديد بزياده لان ده اكثر الحاجات اللي بتعمل بالستيميشن للناس اللي هي البريد، اوكي؟ طيب لو مشكله منتشره زي الباك بين، قالت لك انا عندي باك بين، طبعا زي ما قلنا تديها ادفايس على البوستر كوريكشن، فاكرين البوستر اديوكيشن كل ده تديها ادفايس ازاي تتعامل تشيل حاجه من الارض، ازاي تقعد، ازاي تنام، ازاي تقوم، كل الادفايس دي اللي قلناها في كده تشطب بيه تقولها لها. تاني حاجه افويد الهاي هيل خلاص، دايما وهي قاعده سيتنج تبقى قاعده وستريت باك، الباك يبقى ايه؟ يبقى ستريت، تمام؟ دايما بتنام على فيرم ماتريس، الحاجات اللي هي الفيرم ولا تبقى حاجه طريه قوي ولا حاجه معايا، ودايما بتعلمها الاكسرسايز اللي هي البلك كرونج وبتنزل زي ما قلنا من البروفايل بتاعتها انها بتقلل البلك بين، تمام؟ تبدا تعلمها الاكسرسايز ده وانها تعمله باستمرار البلك كرونج والبلك ايه تلتين، تمام؟ طيب الليج كرامبس، لو الست دي بيجي لها كرامبات كتير، شد عضل كتير، قبل كده ما كانش بيجي لها اي حاجه وبدا يظهر الموضوع ده اثناء البريجنسي خلاص؟ اول حاجه ده يبقى دايما نتيجه ايه؟ ديفيشنس في الكالسيوم والمغنيسيوم، فبتديها تسالها تاخد سبلمنت الكالسيوم والمغنيسيوم ولا لا؟
بنعمله ده باستمرار. كان علمنا تعمل ابلكيشن برضه للايه؟ للور ليفل. تعلمنا ممكن تعمل ابلكيشن وفيت هوت باكس، تستخدم هوت باكس او ويت ووتر، تعمل له ابلكيشن على الايه؟ على المحيط. الارقام مفصلين عشان حضرتك ورا بعض بس خلاص هانت يعني. طيب لو الست دي عندها افنسس، يعني افنسس بحس دايما انها ايه؟ تغيب عن الوعي، او تحس ان ضغطها بيقطع، او انها يغمى عليها. طبعا كلكم عندكم حس الفنسس دلوقتي صح؟ حسيت هاي اول حاجه الناس تقول لك قوم سيدي قوم استني، يعني ممكن اقول لك وانت قاعده كده قومي واقعدي تاني خلاص؟ يبقى ايه؟ دايما تغير وضع عمل وسيبتي تيجي تستني، كل ما يجي لها احساس انها دايخه او هيتنام او يغمى عليها تقوم بعد كده اقعد تاني خلاص؟ طيب ايه كمان؟ دايما باستمرار تعمل تحليل، شوفي الناس اللي هيموت لي قد ايه؟ ممكن تكون هي انيميك وتبقى تبقى انيميك بشكل عالي وانت مش واخده بالك، وده بيجي لها الاحساس على الاستمرار، فلازم يبقى في ريجولار ايه؟ انفستيجيشن عشان تشوف نسبه الهيموجلوبين كام خلاص. بعد كده افويد الهوت انفايرمنت، دايما الاماكن اللي هي بيبقى فيها الجو حر ده اكتر حاجه بتساعد على الفيتنس، خليها دايما تغمى عليها او تغيب على الوقت، فدايما استهدف واعرف مكان تهويه فيه بشكل كويس. اوكي احنا كده حددنا كام مشكله؟ كتير صح؟ هو كتير. بعد كده ايه الجستيشنال دايجيشن ميليتوس، يعني ايه؟ هو سكر الحمل خلاص. في ناس كتير بتقول لك انا بتخاف بقى انا جاي سكر الحمل صح ولا لا؟ وتبقى قلقانه وخلاص محسوبه مريض السكر ومحسوبه دي الله اعلم هي وحطها يعني بعد الحمل هتخف ولا تخف دي برضه الله اعلم، ده توقف عليها وعلى الايه؟ على الزيت. اوكي؟ طيب اول حاجه بتعرفها ايه هي ريسك فاكتور للجستيشنال دايجيتس؟ ايه هي ريسك فاكتور؟ ها؟ ايه هي ريسك فاكتور الست دي ممكن يحصل لها؟ طيب الفيتامينيك بريجنسي. اول حاجه الاوفر ويت، لو حصل انكريس اوفر ويت شكل ده. تاني حاجه ايه؟ ها؟ ايه ليه؟ باد هابت، تاكل سكريات غباء. في ناس تقول لك انا باكل يعني بعد ما حصلت بريجنسي بقت عندي شهيه للحلويات، في ناس تبقى عايشه على الحلويات بس. تتغدى في صدر الكوسه، تتعشى في صدر الكنافه، تفطر مع صدر الكوسه. خلاص؟ في ناس كده. هدي برضه ده طبعا بيخلي البنكرياس يعني مهما طلع انسولين عادي بتدخل قصه ايه؟ دايبيتس. يبقى اول حاجه لو في باد هابت، ثاني حاجه الاوفر ويت، ثالث حاجه لو واحده مش رياضيه مفيش حركه خالص طول فتره الحمل بتاكل وتنام بس مش اي حركه مش اي حاجه دي برضه عقده. ايه كمان لو في ايه؟ فاميلي هيستوري، لو في فاميلي هيستوري عندها كل مامتها وخالاتها وعماتها كلهم بيجي له ايه؟ بيجي لهم ديستيشنال دايبيتس فليتس، فهي كده ممكن ايه؟ تبقى عرضة خلاص. فبنعرفها ريسك فاكتورز البادي ويت، وخاصة لو البادي ويت الريسك بتاعها أعلى من 30، أعلى من 30 ده إنديكيتور ممكن تدخل في إيه؟ جستيشنال دايبيتس مليتر. أوكي؟ لو في فاميلي هيستوري. طيب لازم تعمل إيه؟ السكريننج طبعا زي ما قلنا وكده باستمرار تعمل انفستيجيشن وتشوف الشغل قد إيه. خلاص؟ هي بتبقى ماشية على الانسولين فترة الحمل. طيب بعد كده مهم جدا تعرفها إنها لازم تعمل هيماتولوجيكال كونديشن او انفستيجيشن. زي ايه مثلا؟ في ناس بيبقى عندها حاجه اسمها ايه؟ السيكل سيل ديزيز. يعني ايه سيكل سيل ديزيز؟ اللي هي الخلايا المنجليه زي الازيت كده سيل مش الشكل الطبيعي، فكميه الايرون اللي هي بتشيلها معايا بتقل، فتلاقي عندها ايه؟ انيميا، الهيموجلوبين بيقل والايرون المخزون الايرون نفسه قليل جدا عندها. الناس بتبدا بقى اللي هي بتصفى الدم ضغط ايه؟ ترانسفيوجن، تبقى مشكله كبيره. فهي ايه اللي هيخليها افضل مشكله زي دي؟ انها دايما بتعمل تحاليل ايه؟ بشكل مستمر. او ثلاسيميا. يعني ايه ثلاسيميا؟ انيميا البحر المتوسط. برضه في ناس تبقى طول عمرها سليمه ما فيهاش اي مشكله ويجي لها انيميا البحر المتوسط اثناء الايه؟ البريجنس. دي بقى متى بقى ايه اللي بيحصل لها؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ مش بقى بتاخد الاريتمال بتاخد شكل افضل ولا بتتكسر اصلا. خلاص؟ بيحصل ايه؟ ريجولار يعني بتحصل بشكل ايه؟ عشوائي. فطبعا المشكلتين دول لازم تبقى في فحص ايه؟ بشكل مستمر. طبعا لو عندنا انيميا بنعرفها ايه الحاجات اللي فيها اير، ايه الحاجات اللي بتعمل بيها، تاخد السبلمنت الكافيه بحيث انها ايه؟ تعدي بس لان الحاجات تبقى سبب من اسباب البوست بارتم ديبرشن. فبعد لو بشرت انيميك بغض النظر عن المشاكل اللي هي بتحصلها هي او البيتس بيحصل لها بوست بارتم هيموريج، وده بيبقى حلو اسباب الدس برضه خلاص، بيبقى سبب الانيميا. طيب ايه الحاجات اللي ايه اللي هي الريشنال سبلمنت اللي انت بتقول لها محتاجاها اثناء البريجنسي
البيبي بعد كده، لان هو لو البيبي من البدايه اصلا عنده المظهر نفسها عندها كالسيوم الفيتامين ده كافي، حتى البيبي بعد الولاده ما تاخرش الفتره الابتدائيه في التسنين والمشي والكلام ده. اوكي، فطبعا ايه بداخل على موضوع الفيتامين دي سواء حاجه ناتشورال زي الصن لايت او سبلمنت. اوكي طيب، الفيتامين ايه طبعا ضمن الحاجات المهمه خلاص. طيب الرول ده الضابط انت ايه الحاجات اللي ايه ممكن نركز عليها، احنا قلنا كل المشاكل بشكل ايه جنرال، ايه الحاجات اللي انت بتركز عليها؟ تمام، الرول اوف كلينيكال ثيرابي ديورنج بريجنسي، اول حاجه بنعمل اسسمنت للفيزيكال هيلث عشان نعمل اي ايه ديتكشن لو في ماسكول ايه سكيلتال او نيورو ماسكولار بروبلم. خلاص، ثاني نقطه بتديها ادفايسز على الايه الكير اوف ذا باك او الباك كير. ثالث نقطه الليفتنج ادفايس تعليمها ترفع ازاي وهكذا. خلاص، ثاني نقطه النقطه اللي بعد كده او رابع نقطه تعمل تريتمنت لو في اي ايه ماسكولوسكيلتال بروبلم. خلاص، بتعلمها الطريقه انها ازاي تعمل كنترول التنشن، ما تبقاش عارفه تنشنها، ريلاكس ازاي تو ميتين ريلاكسيشن. خلاص، بعد كده ايه التنشن للديفرنت ايه ديفرنت بوزيشن اللي احنا سميناها قبل كده بوستر ايدوكيشن وبوستر ايه كوريكشن. خلاص، طيب اول حاجه لو انت عملت معاها اللي عملت لها فيزيكال اسسمنت ولقيت عندها ايه بعض المشاكل زي ماسكس كده ديس اوردر، ايه الرول بتاعك؟ بنعمل معاها الليج اكسرسايز، مهم جدا نعلمها الليج اكسرسايز اللي هي تعمل انيفيشن زي ما بتاخد زي ما بحط في البطن كده في مع دكتور علي، ان نعمل انيفيشن للور ليب نعلمها البامبنج اكسرسايز ده عشان افويد او البنت الفاريكوز بين، مهم جدا نعلمها الابدومينال كونتراكشن، الابدومينال اكسرسايز احنا هنقولها النهارده في شفت بيه. خلاص، مهم جدا نعلمها البنت فيرتيلتي البنت بروفيت لا خدناها في التطبيق تعلمهولنا. اوكي، البيت فلور كونتراكشن عرفنا يعني ايه مثل البيت فلور وهديتها ايه محتاجاها سواء هي وهي بريجنس اللي بتعمل سبورت او اثناء الايه الليبر. خلاص، طيب تاني نقطه اللي بتعامل معاها افايسز الايه للكير اوف ذا باك او باك كير والليفتنج، مهم جدا زي ما قلنا هي عندها باك بين تبدا تعلمها البوزيشن كوريكشن من السيتنج من الستاتيك كلاينت، تبدا تعلمها كل بوزيشن توصل لها البوزيشن الصح يبقى عامل ازاي. خلاص، دايما تعلمها تو مينتين نورمال كونفشن اوف سباين، يعني ايه؟ يعني قعدت وقعدت مظبوط وقعدت الباك كريكت، لو نايمه تبقى شكلها كذا. خلاص، اديها ادفايسز اوضحها تبقى عامله ازاي. الليفتنج ادفايسز زي ما قلنا قبل كده في التطبيق فاكرين لو في اوبجكت تمام بتنزل بتعمل بيلدنج للبوسني والارض اللي مش تديها وتبدا بعد كده ايه ترفعه، تبدا تديها كل الايه الادفايسز دي اللي قلنا عليها قبل كده. طيب التريتمنت لو عندها اللي عندها مشاكل زي مثلا مشكله الايه البيوبك فين، خلاص عليها ازاي البيوبك فين؟ اول حاجه بتبقى دايما كومنلي مع الناس اللي عندها ريكتس ديستيز، عارفين ريكتس ديستيز التست اللي كنا بنعمله كان ابونا المصري، فالناس اللي هي عندها ريكتس ابونا المصري وعندها ريكتس ديستيز دايما بتشتكي من البيوبك فين. تمام، تبدا تتعامل معاها تستخدم لها بقى بوت باكس تستخدم لها دنس الحاجات اللي هي ايه السيف بتتبلد. خلاص، طب لو عندها عدونا مصر ويكنس تبدا تعلمها ازاي تعمل عدونا كونتراكشن وازاي نعمل نحسن الايه السترينس ابدومينال مصر. تمام، طب لو عندها لافر بين او لوفر بين نفس القصه يا اما بتعلمها المساج خلاص او الليدنج مساج او بتعمل لها كونتراكشن كل الحاجات دي او بول باكس كل الحاجات دي سيف بنستخدمها مع واحده بريجنت، لو واحده عندها كرامب بيجي لها كرامب بشكل ايه كتير تديها برضه ادفايس على موضوع الانيفيشن بامبنج اكسرسايز معايا الاسترتش اللي بتعمل في دور ليرن تمام السبلمنت اللي هي محتاجاها كل ده تديها ايه تعرفها للانيفيشن. طيب لو عندها تنشن على طول بتنشنها على طول بتركزها على طول تعرفها ازاي تعمل كنترول للبوسكو اتنشن عن طريق الريلاكسيشن تكنيك السكشن بتاع التطبيق. خلاص، هتكلم على الايه الريلاكسيشن تكنيك ايه كمان بيساعدها انها تريديوس التنشن او تنتين الريلاكسيشن البريزنج اكسرسايز اللي خدناها قبل كده كل ده برضه ايه هتعمل تمام. طيب بعد كده تبدا تعرفها ايه البوزيشن اللي هي مهمه ليها سواء في البريجنسي او ديورنج ايه ديورنج ليبر، بمعنى يعني مثلا في الفيرست ستيج اوف ذا ليبر في اول مرحله في الليبر اثناء السرفايكال ديليتيشن. خلاص، تقول لها اهم حاجه في البيت هو ايه؟ زي ما كنت قلت لها امشي كتير. لا فعلا في البدايه فتره السرفايكال ديليتيشن مهم جدا ليها ايه؟ الووكينج. خلاص، ومع الووكينج النتائج تعمل ريدنج فورورد بشكل ايه؟ تعمل ريدنج فورورد زي انتوا عاملين سبورت على الحالتين دول الحالات اللي بتساعد
اثناء ما خلاص رايحه الاكسبوجر اللي فيه تفاصيل تبدا نعملها ابلكيشن للتنس. الفتره دي ممكن نستخدم التنس يبدا يقلل البيت شويه. تمام؟ طيب ده في الايه في الفتره الاولانيه. فتره التنس الاولانيه عرفت ايه المشاكل والوظائف اللي بتديها لها وبتعرف الاوضاع المهمه ليها. طيب من الشهر الرابع للشهر السادس تمام؟ دايما العلاج الطبيعي ما يبداش قبل الشهر الرابع. عشان ايه افويد الايه؟ الابورشن. خلاص؟ يعني ماليش اكسرسايز قبل الشهر الرابع، يعني ادي ابويدز اعلمها اكسرسايز، لكن هي ما اديش اكسرسايز عليها عشان ما يحصلها ايه؟ ابورشن. بعد الشهر الرابع ابدا اشتغل معاها كل اللي احنا قلناه ده. خلاص؟ طيب اخر شهور شهر الثامن والتاسع بنتعامل معاها بقى ايه؟ اعلمها الديب بريزنج اكسرسايز، كل الحاجات اللي محتاجاها ديورنج ايه؟ ديورنج ليبر. خلاص؟ ايه الابدومينال اكسرسايز؟ نبدا نعلمها البيز بروكينج. خلاص البنت بتختم اوكي؟ تبدا نعملها بنت كور كونتراكشن عشان زي ما قلنا ايه؟ فتره الاكسبوجر والفيتا سيت الكونتراكشن اللي يحصل. نبدا نعملها الارم اكسرسايز اللي هي سكوت اكسرسايز الارم ليب ده عشان يحسن الايه؟ الادابتيشن يبقى ليه رول مع ايه؟ مع الادابتيشن. تمام؟ طيب اخر حاجه خالص قبل الولاده نبدا نعرفها يعني ايه ليبر؟ يعني ايه ستيجز اوف ليبر؟ وتركز على ايه؟ الادابتيشن تكنيك زي سواء الادابتيشن تكنيك كتكنيك او البريزنج اكسرسايز اللي بيساعد في الايه؟ في الريلاكسيشن عشان ده برضه العوامل دي بتفرق معاها اثناء الايه؟ اثناء الليل. خلاص؟ طيب اخر حاجتين حاجه اسمها اوبستريك ايه؟ اكزامينيشن ان هي زي ما قلنا كل شويه بتعمل ايه؟ ريجولار فيزيت خاصه اول الشهر التاسع ولا بتروح كل مره كل اسبوع صح؟ ليه بقى كل اسبوع؟ بتعمل صناعه. ايه اللي بنشوفه في الصناعه؟ حاجه اسمها اوبستريك اكزامينيشن. نبدا نشوف اكثر من حاجه. اول حاجه خلاص الله يعني ايه الله ده الدكتور بالحاجات اللي هي النهارده على الجهاز يعني ايه الله اللي هي ريليشن وبتلاقيهم جاي على شغل فيتوس تو يعني المفروض ان في نورمالي خلاص لو الفيتوس ده موجود بشكل معين الباي ده بشكل معين لو ده شكل ابنورمال يبدا بقى يتعامل مع مشكله زي دي يبقى يعني ايه كلمه لاي اللي هي ريليشن في اللونج اكس اوف فيتوس اند اللونج اكس اوف زي خلاص طيب ايه كمان البرزنتيشن مهم جدا تشوف وضع الدليل البرزنتيشن بتاعه وضعه عامل ازاي خلاص في الزبرت في الفيتوس ريليتد تو ذا بيرفكت بريم لا اما في طفل يبقى سيفالي برزنتيشن تبقى دماغه تحت ورجليه فوق ودي النسبه الاعلى طبيعيه دي بنسبه 96% بسميه سيفالي برزنتيشن خلاص في ناس بتبقى شولدر برزنتيشن بتلاقيه ايه واخد وضع الوضع العربي شويه من تحت ومن النص ومن معايا ووقت الفيكشن في الهيد يعني تلاقي شوطر اللي هو ايه الموجودين تحت خلاص في ناس بقى البريتش تلاقيها على ستك تلاقي الفيتوس كان واقع ستك خلاص كل على حسب البوزيشن او البرزنتيشن بتاع الفيتوس من دول اللي يبدا الدكتور يحدد او يتوقع هي الغلطات بتاعتها عامله ازاي على النورمال ولا سيجري خلاص اكوردنج لايه البرزنتيشن اوف ذا فيتوس اكيد يعني الفيتوس اللي قاعد بريتش برزنتيشن ده مستحيل يعمل نظر ليه او يقعد يستنى عليها هي لما يحصل سبيك بريزنتيشن وهو شايف البرزنتيشن ايه؟ بريتش برزنتيشن ده مستحيل تمام؟ فعلى حسب البرزنتيشن ده يبدا يتحدد الايه؟ الليبر خلاص؟ برضه البوزيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيتوس في عاده دايما الفيتوس في اليوترس بيبقى واخد واحده من اربعه بوزيشن خلاص؟ يا اما ليفت اوكسيبيتو انتيرو يعني اوكسيبيت تبقى ايه؟ قدام وعلى الناحيه الليفت ودي دايما الكومن بين 60% لما راي اوكسيبيتو انتيري خلاص والعكس في راي اوكسيبيتو بوستيريور وليفت اوكسيبيتو بوستيريور الشكل النورمال اللي بيهمنا دايما الليفت اوكسيبيتو انتيري ده الشكل النورمال بتاع الفيتوس اللي بيتوقع ان دي بدا ايه ده طبيعي بتبقى اي ايه اي مشاكل خلاص يعني ايه كلمه اتيتيود نعم يعني ايه كلمه اتيتيود ها الريليشن وفيتال بارت خلاص تو ايه تو ايتش اذر يعني المفروض ان حتى في ده لو واخد شكل فيكشن اتيتيود فواخده بشكل معين خلاص في ريليشن او في زوايا بشكل معين ولا تبقى زياده ولا تبقى اقل من كده برضه نفس القصه لو الاثار دي كلها مش مظبوطه ده معناه ان برضه ان كده مش هيكون في نورمال ليبر ده برضه بيرشح لايه سيزيريان سيكشن اكس خلاص اخر حاجه اسمها انجيجمنت بعرف يعني ايه انجيجمنت دي معناها البسج وزوايا ترانسفيرت ايمتر او زي ايه؟ اوزافيتال كاتس يعني اثناء الولاده خلاص انت والانجيجمنت لما يبدا ايه؟ تمر اعرض ديامتر
طيب.